وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة فضيلة الشيخ نختم بها هذه المحاضرة جزاك الله خيرا. الله المستعان. ماذا يقال في هذا الزمان الذي عظمت فتنه واشتدت فيه محنه ولم يبق فيه إلا الفرار إلى الله؟ لقد عظمت الفتن والمحن حتى أصبح المؤمن غريبا بين إخوانه وخلانه، ألا وإن من خير المواعظ وأعظمها وأصدقها الوصية بتقوى الله جل جلاله. إخواني في الله، إن الله جمع بين قلوبنا بالدين وألف بينها في طاعة الله رب العالمين، فلئن كان مني كلمة أن أذكركم بحق هذا الدين علينا، فإن الله جمع به بين قلوبنا وألف به بين أرواحنا، فالله الله في أخوة الإسلام، الله الله في الحب في الله، الله الله إذ نظرت إلى إخوانك الصالحين فكان بينك ما فدخل الشيطان بينك وبينهم ففرق القلوب عن طاعة رب العالمين. أذكركم قبل لقاء الله بواجب الأخوة في الله، إن القلوب تفرقت والأحبة تمزقت، ولم يبقى إلا أن يقال للجميع أن اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم. أوصيكم أيها الأحبة في الله بالاجتماع على كلمة الله والتآلف والتواد والتراحم لله وفي الله. أوصيكم بسلامة الصدور لله العظيم الغفور حتى تعود للهداية لذتها وتجد القلوب خشوعها ويجد الإنسان ثمرتها. فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في إخواننا. أما الوصية الأخيرة فليس هناك أعظم من الزيادة من الخيرات، ألا وإن قيام الليل مطية الصالحين وخلق عباد الله المتقين. أوصيكم بالركعات بين يدي الله الواحد القهار، إذا جاءت الأسحار وغاب العبد عن الأنظار، فليكن لك فيها ركعة أو سجدة تتلقف فيها من الله الرحمات وتجد فيها من الله البركات، ليكن لك فيها الصدع بالدعوات. فما أطيب قيام الليل على أهله، طيبهم أحياء وأمواتا حتى خبطوا بجنان النعيم والرضوان المقيم. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا على طاعتك أن تجمعنا في دار كرامتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.